طب قال لي أحلى وسهلا منيح المني صبية وحد بيقول لك طب على الطريق. أنا بطب من الخوف بس أنت بتشلح. يا ريت بنعرف نشطح ونشلح الشطح الصوفي والشلح من القلب بدون خوف. بتقولي كلمات مثل الأطفال فيها كل البراءة وفيها كل الحكمة مثل الحكماء اللي عندهم جلسات صوفية اليوم بتركيا بكونيا. إذا عندكم إنترنت وبتحبوا تعرفوا وين في بالعالم جماعات صوفية حول العالم موجود، رح اكتبها هون www.osho.com وحطي سلاش وحطي سنترز، رح فرجيكم اياها. حول العالم إلا في أمة العرب، أمة الجماعة، أمة الصفاء والتصوف. ورح تشوفوا ليش، وأجمل مقامات وأجمل بيوت وأجمل برامج. ما فيني أخبركم، افتحوا وشوفوا، اختاروا أنتم. وعم نحاول بالعرب وين ما كان كنا بأي بلد، أهل الذكر اسمه، مش المستصوفين اللي بيعملوا معجزات أبدا. المعجزات والخوارق لأهل المستصوفين، هيدا اللي بيمشي على النار وهيدا اللي بيمشي على المي وهيدا اللي بيطير. تذكروا رابعة وقت اللي كان واحد يشلح حصيرته على المي، قامت هي حبلت منهم هالخوارق والمعجزات، شلحت حصيرتها على الفضاء، طلعت وقالت له نحن مش أفضل من طيور السماء وسمك البحر، اخترق وما تحترق. ما في خوارق في الإسلام. المعجزة الوحيدة أنت كتاب الله، خلقنا ليعرف. أنت خليفة الله، مش خليفة الدرهم والدولار والدينار والجسد والشهوات. ولكن كيف فينا نتخلص منهم؟ بدنا نتخلص بالعلم وبالمعرفة، وبدي يكون عنا صدق مع نفسنا. ما تخاف أنك تكون صادق حتى لو بقيت وحدك، الصادق وحده. لا يعرفنا إلا الله يا علي، ما فيك القابض على الجمر. إذا عندك أصحاب كذب، وإذا عندك ما عارف، ما عارف. تتذكروا في وقت اللي قالوا له ليسوع للمسيح في أمك بالبيت، من هالأمرأة؟ هيدا كتير مهم هالعلم في المسيحية. قال له أبا، عن أبوه يعني، هو في السماء وأنه من غير عالم وحده. آخر دقيقة تركني وعم نشخر ونيمي. وهيك عملنا بكل الأولياء والأنبياء وبكل مسيح بيجي. فإذن اهتم بنفسك ونكون صادقين مع نفسنا قد ما بنقدر. إذا مرة كنا صادقين بنذوق طعمة الصدق، وبركش النهار بيكون في جامعة. عندي أمل إنه رح يكون في جامعة، إذا مش على أيام، أيام كون أيام ولادكم وأحفادنا، رح يكون في جامعة في الأمة العربية. ما ممكن نبقى هيك مشتتين ومشردين، واحد هون واحد هون واحد هون. المرض بيعدي والجامعة بدها تعدي. أول جامعة قريبة إلنا موجودة بإسطنبول، لأنه نعتبروا تركيا منا بالعرب. بتفوتوا وبتدرسوا بالعلم، كل آية، كل نفس، كل حرف في القرآن، في الإنجيل، فيك، بحبة التراب، بالرمل، بالنفس. تسكتوا في مطرح 6 أشهر 7 أشهر، ما بتعودوا تحكوا، بتعودوا بحال، ما في نزوم للكلام، ما له معنى. بتصير أنت تفهم ولا ما حدا يعلمك بعدين، لحني فيك انطوى العالم الأكبر. ما بدك كتاب، بنتعلق بالكتاب مثل أنا بتعلق بالكتاب وبالمجلة، لأنه بخاف من الخوف. لا لا، الكتاب بيعرف، أنت كتاب الله المبين، ومن البيان لسحرة. فإذا بدنا نجمع بعضنا الصادقين، أنا بلبنان، أنت بسوريا، أنت وين ما كان بالأردن، متحما نحن نخبر بعضنا، نتعلم من غلطاتنا. رح أعلمكم من غلطة هلأ مهمة كتير. وقال لي اصحي تحكيها دخيلك بخاف. ما رح نخاف. اسمه رامي الجوهري، عرمون، عنده شركة اسمها ريو بلاستيك، كياس النايلون. رح خبركم.
في كياس نايلون عم نحط أكل فيها. أجا لعنا على بيت السلام قال لي هي مش للأكل. قلت له شو القصة؟ خبرني. ارميني هون. عنده كياس للأكل في قانون بالدولة، ما تقولوا ما عنا دولة، في قوانين، بس هلأ القانون من نام عليه صار شيء تاني، بس منقول قوانين، نحكي قانون، ما بيمشي، مكرسح، مشلول القانون، شو بدي أعمل لك؟ بس في قانون، في نظام، في قانون بيقول في كياس للنفايات وفي كياس للأكل. نحن شو عم نعمل؟ كله كياس نفايات لأنه ما في آيات. فإذا كياس النفايات للنفايات، ولازم نتوصل نصير مثل غيرنا، كل الكياس بايودجريدبل، ونعرف نعمل أحلى من غيرنا كمان مثل ما بيعملوا بالسويد. بس تروحي تجيب أغراضك، بس يجي على بيت السلام مع سلة مثل السلة اللي بحملها، شغل هون، شغل عمشيت، شغل لبنة، جيبوا السلة وحط أغراضك بالسلة. لا بتاخدي كيس ورق، ما منقص شجرة، وما منياخد كيس نايلون، ما منوصف أمنا الأرض، لأنه أم الأرض هيدي أمي، جسمي بده ينزل فيها شئت أم أبيت، هيدي حقيقة. إذا فيها بلاستيك وجسمي بلاستيك ما بيدوب. حتى لو انحرقت بأمريكا، أنا ماضي وصية ونحب أنه نحتري، إلا إذا بخلونا نندفن الدفن طبيعي، كفن منعوا. في ولايات كثيرة اللي رجعت عم تربح علينا الدعوة أنه ممنوع، بدنا نحطكم بحديد وبحجر أو حريق، لا حريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق. بس القانون بيقول الجسد ملوث، عم نلوث الأرض، وعم نقول له نفحص الجسد، إذا لقيتوني ملوثة جسديا أنا بطلب منكم تعذبوني، خليني أدفع البلاء. بس إذا جسمي بعيش الصيام وبعيش الأكل الطبيعي قدر إمكانياتي، فإذا أنا من حقي أني اندفن بالكفن، هيدا حق شرعي باي بيرث، بالفطرة، من التراب إلى التراب. مطرح اللي في ولايات عم تقبل من التراب إلى التراب، عم نعيش بهالولايات، عم بيشوفوا أكثر الناس اللي عندها فهم بالطاقة وبالذبذبات وبعلم النور، عم بتروح على الولايات اللي بتقبل فينا نندفن بكفن مش بتموت. فإذا حتى نتوصل لهون لازم نعرف إنه نحب أمنا الأرض. كل ما بتروحوا تجيبوا كيس نايلون، كيس ورق، نيني وهون نانانا، إذا عم تشتروا مي مثلي، الله أكرمني وفتحت بيرين بلبنان وبشتري مي، وما بيحكوني اللي قدمت لهم ياهم، تقدمي أول بير وتاني بير مئات ألوف الدولارات، نين ما بيحكوني. فإذا مين منا في كتير للحق كارهون، بشتري مي وبحطها بالفخار، الوقت اللي بتشربها من الفخار، ما أنت فخار، أنت الطين، أنت قد ما فيكم ابتعدوا عن أهل السوق، فوتوا الناس اللي عندهم حب للأرض وبعدهم بيقولوا في غلطة عم بتصير عند جارنا، عند فلان، عند فلان. حكوا مع بعضكم قد ما فينا نصلح المأكولات، حتى يجي وقت ما نستورد ناكل مما يليك. المأكولات اللي موجودة ببيت السلام فيها شفاء سريع كتير لأمراض كتير مستعصية، لأن احنا سهرانين على الانتاج. ولكن فيك انت تاكل ببيتك بلا ما تجي ولا تدرس مع مريم نور ولا تعمل تأمل ولا تشتري شيء من عندك، انت رجع كل مما يليك، تزرع وتاكل وتمضو وتكون بحياتك بسيطة، وتفكر ساعة خير من عبادة 70 عام. ساعة قعد تأمل مثل سيدنا إبراهيم، ما بدك حدا، ساعة حط صورة مثلا، أنا بس أطلع بهيك صورة قول سبحان الخالق كيف خلق هالإنسان، ما فيني أعرف كيف، بس على القليل بحترم هالجسد، بحترم هالجسد. بصير بفوت بكلمات يلي بيقول لي مريم صومي، وقت بعرف عن شو الصيام، شو يعني الصيام؟ مش بس أقعد بلا أكل، لا، بدنا نبتدي نصوم من الآن، مش ننتظر بكرة جاي الصيام كله، معلش بكرة نضعف، كأنه الصيام حتى أضعف، الصيام حتى أنضف. صوم العموم كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. شوفوا شو عم بصير بهالأمة يا شهوة، كف البطن كله تحت البطن والفرج
عن قضاء الشهوة. بالعلم نشرحها، سيأتي زمان ستكسب الأم من فرج ابنتها، تأخذ بنتها وبتدور فيها. تعجبت لما سألت وحدة بنتها طلعت ملكة جمال، هيك عم تعملي؟ البنت والأم راضين. قلت لي شو فيها؟ ما اليوم عنا وقاية من الأمراض. شو عملتي؟ سيارة. وشو عملتي فيهم؟ سألت لها البنت وحدها، الميل عم بيرضيكي؟ ما عم بتحسي بالذنب اللي عملتيه؟ إليك وإله ولأمك ولأهل البيت ولكل هالبنات والشباب. الفطرة ما بتقبل الدعارة، الفطرة بدها طهارة، الطهارة غير الدعارة. كل ما الإنسان ما احترم جسده الطاقة بتطلع لبرا، حسب مثل ما بده المخرج. قد ما تشعتلك قد ما هي تطلع كوزميك أورغازم، من مقام إلى مقام إلى مقام إلى مقام. سدرة المنتهى. شو يعني سدرة؟ بلغات كثيرة سدر. مش صدر. صوم الخصوص في السمع واللتان، لسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وهو صوم الصالحين. الخصوص هذاك العموم، وهو أفضل من الصوم عن الطعام. والثالث هو صوم القلب عن الهمم كل شيء الدنيا وعن كل ما هو دون الله. تصور هذا الصوم. وقت اللي جابوا لسيدنا الإمام علي تياكل أكل جديدة، سألهم أكل من النبي؟ قالوا له لا. قال لهم سألحق به ما أكل. هيدا علم كود أند ديكود، شيفرة وفك شيفرة. اللي رح يجي يدرسوا عندي في البيت نتعلم سوا، رح تسمعوا شو يعني بتشفري وبتفكي، بتشفري وبتفكي شيفرة، مثل الانترنت كود أند ديكود بكل اللغات. بتعملي له ديليت وبتعملي بلوك. نفس الفكر اللي عم تتعاملوا مع الانترنت بدنا نتعامل مع الانترلايت. منو صح وغلط؟ صح لإلك، غلط بالنسبة لي. بيوافقك إلى اختلاف واختلاف. انت فيك تشرب خمرة، انا بتضرني. صحتين على قلبك، ان شاء الله ما بتنضر يا حبيبي، بس انا بتضرني. انت جوعان، صحتين. انا مش جوعان، بقعد حدا بخبرك اخبار ومنتسير. تركوه يفوت مع الضالين، هيدا دوره. بالهند في اكل اسمه دال، بيأكلوها 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 بيأكلوها. ضال يعني ضالي، بيتركوه. نحن لا، أنا بعدني لا، ما بقبل. أوقات كثير بدي أفرض دخيلك بس تخبرك هالقصة، بلاقي حالي غلطان. بس مع الجماعة لا، ما حدا بيحكي. الصمت لغة اللغات وبتعدي. فإذا بذرة الصحوة عم تنزرع في الأم العربية، لأن من طبيعتنا موجودة فينا. كل ما بتشوف غلطة إذا أنت ما فيك تقولها بعت ليها على الإنترنت، أنا بقولها تلفن لي، وصلها لحدا موصول بالواحد الأحد بيقولها. أهم شيء تقول هالحقيقة. شو بيصير؟ المهم أنت الأهم. إذا بقولها بيشحطوني من شغلي، خليك مثلهم اللي بيوافق على الشر من أهل الشر. من كان لله دام واتصل، وإلى غير الله انقطع وانفصل. بيجي وقت بتندم قبل ما تموت، ما بقى فيه إلا موت، ما فينا موت. متى ما تعرفت على جزء من حقيقتك ما بقى فيك تلحق إلا الكل، إلا الكمال. والكمال هو منه إنه تكون على طول بدر بدر وهلال، بس يكون عندنا وعي. مش وعي، وهالوعي ما بيجي بدون تأمل، بدون تفكر وتدبر وتذكر. أفلا تتذكرون؟ من الله، مع الله، بالله، بالله عليكم. مريم عندي كل كتبيك، بس بدي أسألك. بلا ما السؤال يكون جسدي. لا لا مش جسدي. بيهروا شعراتي، شو بعمل؟ لا يهروا شعراتك، المهم انت ما تهري.
الشعر تركي يهر، أنا هر شعراتي وبعرف إنه في حسد معه. تأكدت لما صارت بشعري، بس قال لي بدي أقطع لك راسك، ما قدر وهروا شعري لأني أنا سمحت. لبسيني وقت بدي اصطاد عصفور، هو أعطاها إذن، أعطيته إذن من ضعفي أو من قوتي ما بعرف، بس لو كان فيني حافظ أكثر ما كنت بخلي، خفت. وبعرف إنه بيقدر يقطع راس، عم بيقوله وأكيد من حاله. شفت ناس كتير بيعملوا هيك بإيدهم وبيقطعوا راس، موجودين. سي بابا عنده سحر وعنده شعوذة وعنده إشياء بيعملها تيعلمنا، بتكون سحر وشعوذة تعو ما بدي إياه. عنده خير وشر منه بحاجة. المعلم كمال جملاط سأله ليش بتعمل هالألعاب، قال له للصغار، قال له إذا بدك تجر الصغار بلعبة ما عمل أبدا معجزات ولا خواري. المعجزة الوحيدة إنك أنت خليفة الله، بس كون خليفة الله، أنت نقطة بهالمحيط، دوب بالمحيط وموت بالمحيط. فإذا اللي عنده أي خبر بينفع فيه نفسه بينفع فيه الأمة وبينه، خاصة الأمة العربية اللي بانحطاط، كل شي فينا نكذب، إلا ما فينا نقول إحنا بلنا بانحطاط، ملهيين هلأ باللعب اللي بتجينا من أمريكا، ما في إنسان شفته إلا معه تليفون وده يصور. يا أخي أنا عم صورك بعيوني، هلأ هيدي طاقة عم تصرفها تبذير، صورني بعيونك وبضل بقلبك، ما في لزوم له، لأن بدك تكبها. أنا عملت هلي كمان ولعبت هاللعبة، بحب شيركها، عندي صور مع رؤساء مهمين بهالعالم كبيته، كل ما بعزل قول ليش هالصورة ليش هالصورة، بدي وقت لك ارميهم كلهم. حتى الكتب والمقالات وكلمات من باتش أدامز مثلا والأم تريزا وناس هيك، من مين كلينتون كتب لهم كتيب قبل ما يطلع رئيس جمهورية، كتبهم كإنسان مش كرئيس جمهورية، احتفظ فيه. وبوش كتب لي هو أبو، ما منكبر بالإنسان، منكبر بمحبتنا لهالإنسان، لأنه هيدا مرآة إلي. فإذا ما نستعمل هالوسائل اللي عم بيكبون علينا الفكر المادي، استخدمها بدون ما هي تستخدمها، ما إلها لزوم هالصورة، بس بدي فرجي الماما أني شفتك، بدي فرجي في أمي شو شفت فيه جسدي، يعني عم بيتغير كل لحظة، سو الصورة بتموت. إذا عم بتشوف قلبي ما في لزوم للصورة، نحن مواجهين شهداء، الشاهد العين مرآة المؤمن، هي حلوة كتير. وين هالمؤمن؟ نعم كلنا بدنا نتعلم يلي فيهم، بس وقت نقول الكل يعني الإنسان العاقل، العقل الكلي، يكون عندنا اختبار بتأمل ساعة بحياتنا. هو عزلة نعم، ولكن انتو بين الناس معزول. هلا انا قاعده بالاستديو ماني شايفه كاميرا ولا شايفه الشباب ولا حدا ولا شايفه مريم نور، في قدامي معلم كبير انا شايفته وانتو مش شايفين، عم بحكي معه تيصلح لي غلطاتي. وهالمعلم حطوا له اي اسم 99% بيسبوه. هيدا اللي كان عنده 500 رويز رويز وساعة بمليون دولار، ليش كان عنده؟ مين عطاه هون؟ شو السبب؟ هيدا ظلموه ورجموه، هيك شافوه بأمريكا وقتلوه. ولكن منين اجوا؟ هو ما اشتغل، ليه عطيوه؟ ليش انا ما حدا بيعطيني جزء من حقي؟ طعطيوه لإله 500 رويز رويز ليه شو عطاهم بهالصمت اللي عنده اياه؟ قال لهم هودي لعب، عم تعطوني لعبتكم. بس فيك تشوف الرويز رويز والحمار مثل بعضهم لعبة؟ نعم. فيك تشوف ساعة بمليون دولار وساعة بدولار من ساعة؟ نعم. فيك تشوف الدنيا كلها زينة وانت حزينة؟ نعم. هيك استخدمها. اليوم ليش الفاتيكان من أغنياء العالم وفقراء كتير في المسيحية؟
شوف شوف يفكر في المسيحيين في أفريقيا، لكن الفاتيكان هيدا علم حتى يشوف الفقير انه كيف فيني يكون غني انا بهالفقر. او شو قال؟ لا، لو الفقر رجل لقتلته. ممنوع يكون في حدا فقير. شوفوا شو عندكم ثروه من الداخل. بامريكا بكتب كتاب بيجيب لي ملايين الدولارات، بالأم العربية بكتب كتاب بيشيلوا منه، وما بعرف وين بينباع وما بينباع، بس الحمد لله هلا في اثنين دور نشر قوي، دمدار كل المطبوعات، دار النهضة على راسي قبل كل دار انت يا نسرين. فإذا في كتار من دار النشر يلي نشرت لي كتب وبترجيهم، وين صار لي كتير ستنا مش عم ينبيع، أنا عم بيعه ببيت السلام. هذه ما بتصير بالغرب، تحط الكتاب بقبض قبل ما ينبيع النص، وتاني كتاب بيشوفه هالقد نبيع فضلي ستنا حصريا. لا، نحن ما منقدر الكتاب للاقتناء، هونيك للاقتداء، صغار وكبار بيقروا. كل هالعلوم بتجي من كلمة واحدة اسمها التأمل. ما حدا حكيها أجمل من الحبيب. تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. ليش طلع جبل الغار؟ ليش قعد بالمغارة؟ ليش غار للحبيب وللمسيح؟ منين اجت هالكلمة؟ ليش غار؟ ليش اكليل من الغار؟ العلم بيشرح، بدنا باب العلم. العزلة والفكرة خلوة وجلوة، ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكري وفكرة واحدة. أشرف المجالس الجلوس مع فكرة في ميدان التوحيد. شو هي فوائد الخلوة؟ بتجيب لك جلوة. اليوم مجلتنا كلها فيها تخلي، ما فيها تجلي، بس من هالتخلي التخلي 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 بركي منشيل النقطة من فوق ومنحطها تحت، بركي بنطلع من تحت لفوق، بنطلع من هالتخت، بركي بنطلع من هالفرشة إلى الفرش. بس بدنا نبقى كتير. ميتشو كوشي معلم كبير بسموه بأمريكا The Living Christ، المسيح الحي. ومين منا منه مسيح حي؟ مين منا؟ بيشوف انه ما في خلاص الا بالدمار الشامل، بيشوف الحل بالدمار، وين الانسان بده يروح. هلا شغلنا سفينة نوح الداخلية. فوائد الخلوة هي السلامة من آفات اللسان، لانه اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس. تفكر ساعة خير من عبادة 70 عام. طوبى لمن كلامه كان ذكرا وصمته تفكرا ونظرته عبرة. من علت همته عن الأكوان وصل إلى المكون. ولكن مين بده الحق؟ أكثرنا للحق كارهون. كلنا بدنا نروح نوقف أكثريتنا، خصوصا لما نشوف الناس كيف وقف على باب الأغنياء. أمريكا بتجي على ليبيا، لو ليبيا مثل ما كانت وما عرفوا فيها بترول ودرهم ودولار، ما جايين كرمال الرسول، كرمال البترول. يا واقفا عند أبواب السلاطين ارحم، ازهد مدر شو، ارحم بقلبك من هم وتحزين. إن كنت تطلب عزا لا فناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. كلنا هيك، وين في فضة ومن لا ما عنده فضة فعنه الناس انفضوا. فإذن لوين بدنا نروح؟ على سفينة نوح الداخلية. ما عنا حل إلا أنه نتعلم نحن من غلطتنا، ونشوف بالغلطة ما فيها غطة. كل خطية خطوة، كل خطوة جلوة على هالرحلة، ولكن الرحلة داخلية. الرحلة قد ما تطلع للخارج بدك تفوت للداخل. يلي شرب كل المحيط عرف انه مالح، وفي ناس من لحس. سيدنا ابو بكر قال صدقته بامور اكثر من هيك. خلاص ابو بكر الصديق، مين عنده هالحضرة؟ ومين منكم سيد وسيدة حضرة تقدر يشوف هالحضور بالحضرة؟
هيدي بدها تأمل. إن شاء الله بنعمل جروب صغير جمعة من 10 أشخاص تكونوا معي بالبيت وبتشوفوا خلال ساعتين الصبح وساعتين المساء. ستنا ما فيني إجي أنا من عبو كراب يسوى الظهر بسكر، ما بسمع. بدك تلتزم الالتزام، هاي الملزمة، الالتزام قبل كل شيء. نعم ستنا بدي نام، خليك نايم، ليش انت صاحي؟ ما بدي ناس هيك ملتزمين وجايين قبل الوقت بعشر دقايق واقفين على الباب. هذا الالتزام. اللي عنده استطاعة بيروح على الحج. وينو الحج؟ شو الاستطاعة؟ الطاعة. الطاعة لمين؟ هي قناعة. عشر البصلة. بدك تكون موصول بالله، بدك تنوصل بالرسول، اي رسول انت اختار. ما فيك بلا شفيع، ما فينا وحدنا. يلي قادر وحده نادرين، اكسبشنز. بدي حدا يعلمنا اول خطوة، بس نبلش نعرف نركض المحيط بيجي لعند النقطة. بتعرفوا طاغور، أهمية طاغور من كبار الصوفيين، كل الوقت يبكي يقول له يا الله دلني على بيتك، وين بيتك وين دارك تفوت. وشافه هيدا الله أبيض وهيك، مشي وراه لقفيت على بيته مكتوب هنا بيت الله. قال خلص هيدا بيت الله، أنا شفته هيدا بيته، فيت على البيت، ما بدي إلا دق على الجرس. استعد إنه تيدق على الجرس، انتبه إذا شفت الله بدي موت، يعني ما بقى في طاغور. النقطة بس تموت بالمحيط، ما بقى في نقطة. لتكن مشيئتك وإلا بما شاء. ما دق على البيت، عارف وين بدي روح بالأنا تبعي إذا تعرفت على الله. مين بدي بعد يقول لي يا طاغور ويا جلالي ويا فخامي ويا رئيس وطال عمرك طال؟ مين بدي يكون أول غني في العالم بعدني الخامس أنت بتصير الرابع؟ يا سبق في الباطل لا في الحق. وما دق على البيت وشلح من أجره، بركي الله سمع ويوم يفتح له البيت ويقول له تعال يا طاغور. شلح من أجره وصار يركض، خليفيني ما تطلع، بركي الله عيط له بعده لهلا عم يركض. هيدا أنت غني. ما بدنا نتعرف على الله، بدا مقدرة يطلع على الغار وبس حكي زملوني. كانت حدثتنا خديجة والد انت اللي ناطرينك، وكلهم قالوا له ناطرينك العلمات اجت، وهلأ اجا المعلم. كل واحد منا بيقدر يتعلم من الألم ومن العلم ومن القلم إذا عنا ساعة تأمل، خير من عبادة 70 عام.